بداية أخبارنا الرياضية مع النجم المصري محمد صلاح، واللي تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021-2022 باختيار رابطة لاعبي البريمير ليج، وده كان خلال حفل الرابطة اللي أقيم في العاصمة البريطانية لندن امبارح. نادي تراسبون سبور قدم عرض رسمي لأستون فيلا من أجل شراء لاعبنا الدولي محمود حسن تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام العديد من الأندية الأخرى بالحصول على خدماته. اتعادل الفريق الإسماعيلي مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 خلال المباراة الودية اللي اتلعبت امبارح على ملعب اتحاد الشرطة في القاهرة، وده استعدادا لاستئناف مشوار الفريق في مسابقة الدوري الممتاز. فريق النادي الأهلي استأنف تدريباته امبارح بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة، وبيستعد الأهلي لمباراة فريق مصري السلوم يوم الأحد اللي جاي على استاد الأهلي والسلام في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر. ونروح لتصفيات الأمم الإفريقية ومنتخب الكاميرون اللي فاز على بوروندي في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، وخلص اللقاء اللي جمعهم على ملعب بنيامين مكعب الوطني بنتيجة 1-0، وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 30. كمان فاز منتخب نيجيريا على منتخب سيراليون في اللقاء اللي جمعهم امبارح في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بنتيجة 2-1 على ملعب أبوجا بنيجيريا. أليو ديانج لاعب النادي الأهلي قدر يقود منتخب بلاده مالي للفوز بنتيجة 3-1 قدام منتخب جنوب السودان في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا. شارك ديانج مع منتخب مالي خلال الشوط الثاني بديلا في الدقيقة 85، وقدر يفرض سيطرته على منطقة نص الملعب، وفي الدقيقة الأخيرة جات له تمريرة مميزة من مهاجم مالي وضعها على يمين حارس مرمى السودان. ونروح لدوري الأمم الأوروبية ومنتخب إسبانيا اللي حقق فوزه الأول في البطولة بتغلبه على سويسرا بهدف دون رد في المباراة اللي جمعتهم امبارح في جنيف ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، وبكده رفع منتخب إسبانيا رصيده لخمس نقاط في المركز الثاني خلف البرتغال متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، وبيليهم منتخب التشيك صاحب المركز الثالث ب4 نقاط، ومنتخب سويسرا في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط بعد 3 هزائم متتالية. كمان فاز منتخب البرتغال على التشيك بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب خوسيه ألفالادي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2022-2023. سجل هدفي منتخب البرتغال جواو كانسيلو في الدقيقتين 33 و38 على التوالي. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لأحمد ومنى عشان يكملوا بقية فقرات. صباح الخير يا مصر، إليكم.